الوالد المؤسس الكيميائي سعد ابراهيم ابو المعاطي 59 شركة و45 شركة على للوطن و نجم 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 لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية راعي الرياضة والرياضيين ثم علم الاتحاد الرياضي العام للشركات ثم حملت البالونات في خلال الازمات التي كانت موجوده في 2011 و2012 وفي ازمات الكورونا في 2018 و2019 كان هناك اصرار على اقامه هذه الدوره لانه النشاط الرياضي للاتحاد يعني يعتبر بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بدأ كل الحدود فعالية تلو الأخرى وبطولة تلو الأخرى اكتسبنا عناصر بشرية شابة واعدة النهاردة أصبحت قادرة على تنظيم أي بطولة تستضيفها بورسعيد. بورسعيد النهاردة بتتمتع ببنية رياضية ومنشآت رياضية وشبابية تستطيع أن هي تستضيف أي بطولة. بطولة العام الحالي الأكثر استيعابا ل 22,000 مشارك خير دليل على أن بورسعيد قادرة بفضل الله ان هي تستضيف مثل هذه الفعاليات بتحظى باهتمام بالغ من لواء اركان حرب عدد غضبان. وفر كل حاجه من اول رغيف العيش لغايه الطمن على الملاعب لغايه رفع كفاءه صاله الحريه المعوقين عشان تستقبل المباريات. السنه دي شيء مختلف يليق بالفعل بان البطوله بتحمل اسم العالم الجليل الراحل بورسعيدي اللي كنا كبورسعيديه بنفتخر به الدكتور الاستاذ الدكتور حسني غانم. ونفس المشاعر. الكلمة الآن لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. إن هي دايما شركات مصر عيد الغالي أرض الباسلة إن هو بتمارس الرياضة.